السلام الله عليكم. السلام على اخوتي المشاهدين في انحاء العالم، الجزائر، تونس، المغاربه، فين ما كنتوا في بلادكم او لا في هذه البلاد السعيده داخل الوطن ديالكم او لا خارج الوطن ديالكم. خوتي وخواتاتي كنسلم عليكم سلام حار، ورانا كندير هذا الفيديو غير صغير وفيت في على الولد محمد نجيب. دخلت عليكم بالله، راه ما حدي كنهضر مع امه، ما حدي كنشوف داك الولد، وانا كنتالم. راه اللي قد على شي حاجه يعطيها، واللي قد يصيفط لذاك الولد، راه دوك الغيره المسكين ولاو عنده كبار، وراهم كلشي داكشي مقيح وتيهبط بالماء. والام منها كلشي، عرفتي فاطمه اللي هي فاطمه صغيوره هنا كتعطى لنا حنا فابور دايو. انا راني غادي دابا نيت عند الطبيب ديالي وغادي نقول له يدير لي واحد لوغدونونس تما كتشريها مثمن. مني قالت لي فازلين كدير هنا عندنا 2 أورو 50، راه منين قالت لي مثمن ديالها في المغرب، انا بعدا بقى انا قلت صافي راه الهلا يعطل. الا غير المغاربه مساكن اللي ما عندهمش المويان، وحتى اللي عندهم المويان الهلا يضر شي واحد يمشي لها الطبيب. دخلنا عليك بالله والنبي رسول الله يا وزير الصحه، واش عندك شي ضمير ولا ما كتكسبوش؟ واش عندك شي ولاد ولا ما كتكسبهمش؟ واش اللي عنده الفلوس يجي لفرنسا يداوي، واللي ما عندوش مسكين قاس كيطيح بالطراف؟ هاد الولد راه مسكين صافي غيوصل له العظم، الا وصل له داك الشيء العظم، لان الحمشة الغيران ولاو عنده بحال الزلافه ديال اللي كنشربوا فيها الحريره عباد الله. ما خلات امه مسكينه الدار البيضاء، ما خلات الرباط، ما خلات، ودكتوره مشات عندها للدار البيضاء، وفي الصراحه ما تخلصاش منها الله يكثر خيرها من هذا المنبر. ولاني كنعيط عليها باش تقول لي شنو هو التيو وشنو السميه ديالو، تصيفط لي لوغدونونس ما كتجاوبش. جاوبيني يا اختي الله يرحم لك الوالدين، درتي شي خير كملي عليه، الله يسهل عليك، الله يجعل ربي يسهل عليك. الولد لقاو فيه فخر الدم، لقاو فيه، لقاو عنده الكلاوي حتى هما مسكين الحجر، لان الدري ما كيتحركش. وديك الام ديالو لو كانت تشوفوا الحاله ديالها كي ولات مسكينه حتى هي ديور الكرا. انا مزوقه في الله فيكم، الا ما شوفوا فيه واحد الشوفه ديال الرحمه، واش ما سخاكم الله؟ راه منها مسكينه الدواء، منها الكوش، منها الفاصمه، منها كلشي، دراعها ما كتهضرش عليه. راه المراه مسكينه ولات، راه كنت تشوف كي كانت عباد الله في الثوره كي ولات هذه المراه. دخلت عليكم بالله والنبي رسول الله، تحفه مول عصير يطو. المهم كنشد اصحاب القنوات كلهم يهضروا، الله يرحم لكم الوالدين، هضروا على هذا الولد وعاونوه، الله يجعل ربي يسهل عليكم، هضروا عليه وعاونوه، الله يجعل ربي يسهل عليكم. هذا هو النداء ديالي اللي قدمت، اللي درت هذا الصباح على محمد نجيب. دخلت عليكم بالله، راه هذا الشاب ديال 22 اللي خابط الفراش راه عارو على الله عليكم، انا مزوقه فيكم.